إذن كما قلنا سنقوم في هذه المرحلة بالعمل على هذه الديوريشن أي الوقت الذي مر من الأغنية، ولذلك سنقوم باستعمال ثريد. هذا الثريد كما نعرف أن هنا دائما التغير سيحصل التغير في كل ثانية، هنا 1 2 3 10 ثواني دقيقة، إذن هناك تغير كل ثانية أي الوقت سنقوم بتغيير الوقت كل ثانية، لذلك سنقوم بعمل ثريد، وهذا الثريد سنقوم بعمل شيء معين أو تغيير النص الموجود الكتابة الموجودة هنا أو الوقت الموجود هنا في كل ثانية، سنقوم بمناديته في كل ثانية. إذن هنا سنقوم بعمل هكذا، مثلا أذهب إلى هنا وأقوم بعمل new thread، وهذا الثريد سيأخذ هنا new runnable أي شيء لن يشتغل لمرة واحدة بل runnable أي سيقعد بعمل run في كل مرة، سأقوم بالعمل الران أو إعادة نفس الكرة في كل مرة، وسأذهب هنا وفي الآخر بالطبع يجب أن أضع start هنا. إذا كي يشتغل في كل مرة أو كي يعيد نفسه في كل مرة ويعيد نفس العمل في كل مرة سأضع while هنا، أي اللوب ستكون مغلقة، ستكون music player إن كان ليس نول بالطبع، أي أنك قد تجاوزت هذا السطر، أنك قمت بعمل هذا السطر وهو create أي ليس نول، هناك أغنية موضوعة في الميوزك بلاير، وبالطبع إن كان الميوزك بلاير يشتغل يعني إن كان لم يشتغل لا يوجد أي داعي ليعمل لتغيير الوقت الموجود، لأنك عندما تحاول تغييره سيضع نفس الوقت في كل مرة. إذا إن كان playing سنقوم بعمل هكذا try و catch، هذا try، وبالطبع يجب أن نضع البلوك catch هنا، interrupted exception نقول أنه شيء تدخل لإيقاف هذه اللوب، بالطبع alt و enter هنا لعمل import، اوكي، وهنا سنقوم في كل مرة بأخذ هكذا، سنقوم بعمل final و double، سنقوم فقط بتكبير الشاشة لترى أفضل الكود، then double، وسنأخذ الكرنت أي البوزيشن التي وصلت لها الأغنية الآن، music player و get current position، وأيضا سأخذ double و duration، فقط هنا أخذ كل شيء، هي في الأصل ليست double، في الأصل هنا current هي int، وفي الأصل أيضا duration التي أحاول الوصول إليها الآن من music player هكذا get duration هي أيضا int، لكن أنا أريد استعمالها double لأننا في الآخر نريد أن تكون هذه نقوم بعمل عملية قسمة وضرب في الجافا، عندما تقوم بعمل قسمة وقسمة باستعمال الانت دائما ترى أن النتيجة صفر إن كانت الأعداد كبيرة، لذلك سأقوم بعمل دبل، نستطيع أن نتعامل مع أعداد كبيرة لأن الملي سكند في بعض الأحيان تعطينا مثلا 200,000 500,000 أعداد كبيرة لا يمكن أن نتعامل معها تصبح دائما صفر. إذا وأيضا سأضع هنا الدبل، وهنا سأخذ مثلا لنقول هذه البوزيشن، وسأقوم بعمل عملية حسابية بسيطة، فقط أعرف أني كثرت عليكم بالحسابات الماتيماتيكية هنا، لكن هذا الشيء ليس بمعقد جدا، هناك تطبيقات أعقد بكثير، لكن سنأخذ 100، سأحسب النسبة المئوية التي سأتقدم بها لأن الديوريشن أو الديوريشن تكون مثلا من صفر ثانية إلى 567 ثانية، لا مثلا أقول هكذا، لأنها ليس لأنها رقم، لأنها جزء أجزاء من الثانية وليست من صفر إلى 100، لذلك أريد أن أخذ النسبة المئوية التي تقدمت من صفر إلى 100، لذلك أقوم بعمل 100 أقسمها، أقوم بعمل قسمة على duration هكذا، مثلا أقوم بعمل قسمة على duration هكذا، أقسم على duration ومن ثم أضرب هكذا في الكورنت أي إلى أين وصل، لا أدري إن كانت الأمور حسابية أو واضحة يمكن أن نفسرها لكن ليس درس حساب. هنا لدينا البوزيشن، وبالطبع سأقوم بحساب كالعادة هكذا، أخذ فاينل، استعلموني لماذا أستعمل فاينل في كل مرة سأقول لكم، elapsed time
سأقوم بحسب الإلابس تايم الوقت الذي مر، وبالطبع أستعمل الميثود الذي قمنا بتطويرها من قبل وهي هذه ملي سكند تو سترينج، وهذه الملي سكند تو سترينج ستقوم بأخذ الكورنت، وبالطبع قمنا بتطويرها على أنها تأخذ إنت، فسأقوم بعمل كاست هنا للكورنت وأخذ ونأخذها كإنت. وهنا الإلابس تايم سأعطيها للتكست فيو، هنا سأضع تي في تايم وستأخذ تكست والإلابسد تايم، وبالطبع السيك بار أيضا للتايم ستأخذ البروجريس الخاص بها وهي الكورنت وستكون هكذا. إذا ولكن هنا الثريد يجب أن يتوقف في كل مرة، يتوقف ثانية ثم يعيد العمل، يتوقف ثانية ثم يعيد العمل، لأن لو تركناه هكذا في وسط الوايل سيقوم بعمل دائما من دون توقف أبدا. لذلك سأقوم بعمل ثريد وسليب هنا، أي سينام قليلا يرتاح، سليب يرتاح 1000 ملي سكند أي ثانية واحدة. أظن أني سأستغنى عن هذا البوزيشن لأننا لدينا الكورنت، أظن أنها تعيد لنا من 0 إلى 100 وليس كما ظننت. إذن سأقوم بمحو هذه البوزيشن، هذه أيضا لا نستحق لها. سأقوم بعمل ران وسنرى هناك أكيد هناك خطأ سيحصل وسأفسر لكم لماذا يحصل هذا الخطأ. إذن أقوم بعمل ران وسنرى مع بعض. إذن التطبيق يغلق لأن هناك مشكل. لو ذهبنا إلى ران هنا سنرى أن هناك مشكل هنا، وأن يقول لك أنه لا يمكن أن يقوم بعمل set text للtext view أو للsick bar. لماذا؟ لأن هذه views ونحن في وسط thread، لا يمكن تغيير الviews ونحن في thread، لأن هناك 2 threads، هناك المين thread الذي يعمل في الاندرويد وهو الthread الرئيسي، وهذا thread فرعي قمنا بتشغيله موازي للثريد المين ثريد. لذلك كي نستطيع تغيير الفيوز يجب أن نقوم بعمل هذه الأسطر داخل المين ثريد. لذلك نقول له run on UI thread، أي شغل هذا في UI thread وليس داخل هذا الثريد، ونضع هنا new runnable ونأخذ هذه الأسطر ونضعها داخل الران هنا، وفقط هذا هو الحل للمشكل. قم بعمل run هنا وسنرى النتيجة وكيف أن التطبيق يعمل من دون أي مشاكل. إذن هنا أقوم بعمل ران، ترون هنا أن الوقت الذي يمر قد تغير. هنا نستطيع الرفع من الصوت، وهنا الديوريشن الوقت نقوم بتقديمه، نحاول أخذ الصوت نقدمه هنا الأغنية، ترى أنه هذا أيضا قد تغير، ممكن أن نغيره، ترى أيضا الوقت تغير. إذا كل شيء يعمل بطريقة جيدة جدا. شكرا على المتابعة ونلتقي في فيديو قادم، لكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإشعارات لتصلك كل جديد. سنقوم بعمل عدة تطبيقات من هذا النوع، يمكن لكم أن تقولوا لي في التعليقات ما هي التطبيقات التي تريدون تعلم كيف نقوم بصنعها، وإن أردتم أيضا أن نقوم بإكمال هذا التطبيق بعمل بقراءة الموسيقى الموجودة داخل هاتف المستعمل ووضعها في ليست إلى آخره، وأيضا تقوموا باقتراح تطبيقات أخرى أو دورات أخرى تعليمية تريدون رؤيتها وسأقوم إن شاء الله بتسجيلها.